كنا يمكن وقفنا المرة اللي فاتت عند الجزئية دي اللي هي تسليح القعدة المشتركة. قلنا ان في حديد في الاتجاه الطولي وحديد في الاتجاه العرضي. حديد في الاتجاه الطولي بيغطي المومنت المين اللي هنا والمومنت اللي تحت العمود نمرة 2 والمومنت اللي تحت العمود نمرة 1. وبعدين الحديد العرضي اللي هو الغطاء بيتصمم على المومنت اللي في الاتجاه القصير. تعالى لاختبار الاختراق. لما كنا بندرس في الايزوليتد فوتينج قلنا ان لما تيجي تعمل اختبار الاختراق عندك 2 اوبشن. الاوبشن الاولاني انك تحسب الكيو بانش البانشينج فورس على انها الاريا اللي خارج المستطيل اللي على بعد دي على 2 من وش العمود من كل ناحيه وتضربه في الاف ايه. ده الاوبشن الاول. الاوبشن الثاني انك تحسب البريشر وزن المستطيل وتضربه في الاف ايه وتطرح منه او تطرحه من حمل العمود. اوكي تعالى لما نيجي ندرس الكومباين يا اهل الخير. لما نيجي ندرس الكومبايند فوت ايه الاوبشن اللي قدامي؟ مفيش غير اوبشن واحد. لما تيجي تدرس البانش في الحاله ديت فما قدامكش غير اوبشن واحد بس. ليه؟ انت ما انتش عارف الحيز اللي مغطيه كل عمود فمبقاش قدامك غير الاوبشن انك تجيب حمل العمود وتطرح منه الابليفت بريشر مضروب في مساحة المستطيل المحيط بالقعد بالعمود. اوكي تمام كمل معايا. ناخد اكزامبل دي البانش فورس هي حمل العمود مطروح منه الكونتاكت بريشر مضروب في مساحة المستطيل وهكذا للعمود التالي. ابدأ مسألة معايا. المسألة دي من كتاب الدكتور مشهور غنيه. المسألة بسيطة جدا. عندنا عمودين. العمود الأولاني سي واحد أبعاده 30 × 40 وحمله 132 طن. العمود الثاني 30 × 70 حمله 196 طن. الكيو الله بالصويل 1.75 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. الاف سي 250 كيلو. الاف يل 4000. المسألة للأمانة من كتاب الدكتور مشهور غنيم هندسة القاهرة. هو مصمم مكتبة اسكندرية. أستاذنا في الخرسانة وعلى رأسنا من فوق. إنما هو هذا الإكزامبل من كتابه عشان ما يبقاش سرقة علمية. تمام. إيه الداتا اللي جايبين دي؟ كل الداتا أحمال الأعمدة أماكن الأعمدة السنتر تو سنتر سبيسنج 63 أبعاد الأعمدة. أوكي هتبدأ الديزاين إزاي؟ تمام. أول خطوة إنك تجيب المحصلة وتحدد نقطة تأثيرها. المحصلة هي مجموع الأحمال مباشرة. تمام؟ تجيب نقطة تأثيرها. تاخد المومنت عند أي نقطة. العزوم حواليك أي نقطة هي بتساوي عزوم كل القوى أو عزم المحصلة حوالين نقطة يساوي عزوم كل القوى المؤثرة حوالين نفس النقطة. أنا هستغل المعادلة دي وأقول إن دي المحصلة هضربها في نقطة مسافة تأثيرها اللي سميناها إكس آر. تمام؟ هتساوي إيه؟ هتساوي العمود 2 في مسافة تأثيره اللي هي في الحالة دي إس. انا اعرف ايه وما اعرفش ايه؟ ما اعرفش بس نقطه تاثير المحصله لان عارف قيمتها. اطلع نقطه تاثير فهي طلعت على بعد 2 متر و15 سنتي من العمود رقم 1. اوكي؟
اوكي تمام. قلنا المرة اللي فاتت ان for any design you have to guess first، يعني ايه؟ انت تتنبأ الاول وبعدين تعمل الديزاين وتشوف الدايمنشنز اللي انت حطيتها ديت سيف ولا انسيف. اذا طلعت سيف ولكن كبيره ويست بتقللها، اذا طلعت انسيف بتزودها. اوكي، فافترضنا ان طول العاديه يساوي مرتين المسافه اكس ار، مضاف اليها نص طول العمود الاول زائد نص طول العمود الثاني زائد مسافه تتراوح بين متر لمترين. اوكي، هتجمع القصه دي طلعت تقريبا 4.85، 4 متر 85 سنتي. هتضيف لها متر و15 سنتي، يبقى الطول بتاع القاعده العاديه المشتركه هو 6 متر. اوكي، ثم ماذا؟ في البداية قلنا كونه القاعدة دي هي قاعدة مشتركة لما عمودين، فأنا هعملها على إنها overhanging beam، يعني بيم زي أي بيم في الستراكشر ليه دبل كانتيليفر، كانتيليفر يمين وكانتيليفر شمال، ولكن مقلوب. البيم العادي زي أي كاميرا حملها جاي من البلاطة فوق عليه، والسبورت فين؟ أماكن الأعمدة. الوضع مقلوب ليه؟ الحمل جاي منين؟ هو أبليفت بريشر من أسفل إلى أعلى. تمام؟ إيه هو البيم؟ هو القاعدة المشتركة. أين نقاط التثبيت؟ أماكن الأعمدة، هي دي السبورت. أوكي؟ تمام؟ عشان تحل البيم ده كستراكشر بطريقة سهلة، بتحول الابليفت بريشر من بريشر الى لاين لود. تمام؟ حمل خطي. الحمل الخطي ده قيمته قد ايه؟ انك هتجيب الار ولكن عن الفاونديشن ليه؟ اللي هي تضرب مجموع احمال العمودين في واحد واحد من عشرة. يبقى كده وصلت للكونتاكت سيرفيس ما بين الصويل والقاعدة. هتقسمه على كيو الاوبل صويل، ادالك 20 متر مربع. اوكي، دي الاريا بتاعت البلين كونكريت. العرض بتاع القاعدة طلع 3.45. لو في مسألة ما اكتشفت بحسابات ان العرض طلع اكبر من الطول، تعمل ايه؟ قبل ما تبدأ وتغلط نفسك زود الطول شوية، فشي مشكلة. تمام؟ كمل معاك. يبقى البلين كونكريت دايمنشن 6 متر في 3.45 في ثيكنس 40. مش عاجبك ال 40، خدها زي ما تاخدها، مش مشكلة. هي القضية إن أقل من 25 سنتي في العادية يهمل كأن لم توجد. يعني تخانت 20 و15 و10 و5 موجودة ولكن إنشائيا لا قيمة لها، كأن المسلحة ريستنج على الصويل مباشرة. دي القاعدة بأبعاد فاضل. هحط القاعدة فين؟ أحط القاعدة إزاي؟ أحط القاعدة بحيث إن المحصلة تبقى في المنتصف في السنتر بتاع القاعدة. ليه؟ لو رحلت المحصلة يمين أو شمال عن السنتر دوت هتدي لك إيه؟ نون يونيفورم ستريس ديستريبيوشن على الصويل، وهذا لا نريده. وصلت؟ تمام، كمل معاي. هتاخد مسافة الرفرفة ما بين العادية والمسلحة هي تخانة العادية، يبقى تقدر تحدد أبعاد المسلحة 25 في 2.65. تمام؟ هتفرض الثيكنس 80 بناء على ايه؟ على اي حاجة؟ هي مش المفروض اي حاجة، بناء على الخبرة النسبية. طيب افرض انك خدتها 60 وطلعت انسيف، زودها. افرض انك خدتها متر 20 وطلعت فيري سيف، قللها. اوكي؟ تمام، كمل معايا. حمل العمود الاول ما دام ما اديناكش لايف لوحده وديد لوحده
بتاخد حمل العمود وتضربه في 1.5، يبقى حمل العمود الاول بقى 198 طن، العمود الثاني بقى 294 طن. الخطوة اللي بعد كده هتجيب لي اللاين لود، ما هواش بريشر يونيفورم على اريا، ولكن حمل موزع خطي على سنتر لاين، على فرض ان السنتر لاين هو السنتر لاين بتاع الفيرشوال استراكشرال بيم اللي انا بحله، هو فيرشوال هو مش موجود بالشكل ده، انا بفترض لغايه لما احل في الاتجاه الطول، لما اجي احل في الاتجاه العرضي احط العرض، ما فيهاش اي مشكله. اوكي، يبقى اف يو ان كحمل موزع على المتر الطولي احمال الاعمده مقسومه على الطول، طلع 94.62 من 100 طن على المتر الطول. هترسم لي المساله، مساله استراكشر، بس تقلبها لي، بدل ما كنت بتحط اللود اعلى والسبورت تحت، لا هي مقلوبه بالظبط. اوكي، طيب بعد كده لما بتكون بترسم البندنج مومنت دياجرام بتدور على البوينت اوف زيرو شير عشان تجيب الماكسيمم مومنت. لو بصيت لها ببساطه جدا جدا هتلاقي نفسك بتعمل ايه. لو بدانا من ناحيه الشمال، بص من فوق، ايه الحمل اللي عندي؟ 198 طن. اوكي، الفكره انا بعمل ايه؟ بشوف طول قد ايه من الحمل ده اللي يساوي القوه دي. وصلت؟ فانا هقول ان في طول اسمه اكس انا ما اعرفوش، لما اضربه في اللاين لود دوت يساوي الحمل ده. صح الكلام ده ولا غلط؟ تمام، يبقى ال 198 اللي هو حمل العمود دوت هيساوي اللاين لود في اكس، اكس طلعت 2 متر و9 سم. طيب لو انت قلت لي انا مش عايز ابدا من ناحيه الشمال، ابدا من اليمين، ندعو الله ان نكون ايه؟ من اهل اليمين. نعمل ايه؟ ايه الحمل المؤثر؟ 294. هتشوف المسافة واي قد ايه اللي تعادل ال 294. وصلت؟ هتلاقي نفس النقطة بالظبط. يبقى دي نقطة تأثير المحصلة، معذرة، دي البوينت اوف زيرو شير. عند البوينت اوف زيرو شير هتجيب المومنت، يبقى هو ده الماكسيمم مومنت. يا اهل الخير، الماكسيمم مومنت عند النقطة دي بمنتهى البساطة، يا تجيبه ناحية اليمين يا تجيبه ناحية الشمال. أقول لك غلطة أنا شفتها. المهندس اللي هو هيخرج مهندس بعد شهرين خد المومنت عند النقطة ديت ولكن يمين وشمال. طلعها لي كام؟ صفر. إذن الماكسيمم مومنت يساوي صفر، وطلع لي بنظرية جديدة إن القاعدة المشتركة على الوضع دوت معلهاش مومنت. وصلت؟ هي الفكرة بمنتهى البساطة إن كون البيم دوت ستيبل يبقى المومنت بتاع كل القوة اللي مؤثرة عليه عند أي نقطة لازم تساوي صفر. صح الكلام؟ أنت بتاخد المومنت إمتى؟ يا يمين يا شمال النقطة، ما ينفعش تاخد يمين وشمال، وإلا هتعمل زي الجينيوس اللي أنا قلت لك عليه. يبقى المومنت من ناحية الشمال ال 198 طن مؤثرة هي في اتجاه، هتضرب في كام؟ 2 متر و9 سنتي، مطروح منها 45، يبقى جبت المومنت نتيجة القوة دي عند النقطة دي. ايه تاني بيأثر؟ بريشر قيمته 94.62، هضربه في 2 متر و9 يبقى حولته الى كونسنتريتد لود، هجيب المومنت بتاع الكونسنتريتد لود بان انا اضرب في 2 متر و9 على 2، طلع 118.7 من 100. خلي بالك من حاجه، انا ما يهمنيش القيمه قد ما يهمني الاتجاه. المومنت ده للسهم الفوق ولا لتحت؟ هيطلع في الحاله دي لفوق، ان المومنت نتيجه حمل العمود اكبر. تمام، مكان المومنت هيفرق معاك في ايه؟ هيفرق في مكان حديد التنشن اللي هتحطه، تفرق كتير قوي. انت ممكن بمنتهى البساطه تحط الحديد في الكمبريشن وانت مش داريان،
وصلت؟ تمام. كمل معاك. تقدر تجيب المومنت عند نقطة 2 والمومنت عند نقطة 3، حيث 2 أسفل العمود رقم 2، 3 أسفل العمود رقم 1، أو تجيب عند أي نقطة. أوكي؟ وترسم لي البندنج مومنت دياجرام بالشكل ده. وصلت؟ تمام، اتفضل اتفضل. اللي يهمني ايه بقى؟ اللي يهمني قيمة المومنت عند وش العمود. تمام؟ اقدر اجيبه عند اي نقطة؟ ايوه، عند 1 2 3 4، اي نقطة انا عايزها بمنتهى البساطة. وصلت؟ تمام. يبقى عند نقطة 1 دي قيمة المومنت، 2 قيمة المومنت، 3 و4. لما اجي اعمل ديزاين اوف سيكشن للفوتنج الرينفورسد كونكريت، هصمم على انهي عزل؟ هصمم ثيكنس وتسليح مين على المومنت ده. طب وقيم المومنت دي اجيب عليها الحديد السفلي، الحديد الطولي السفلي اللي هحطه في القاعده المشتركه. وصلت؟ تمام. تقدر ترسم لي الشير فورس دياجرام بمنتهى البساطه. ها، ابدا معاك من على الشمال وطالع، او من على اليمين ونازل. اوكي؟ تمام، من على الشمال وطالع اهو لغايه لما توصل للسنتر لاين بتاع العمود، تاخد قيمه الفورس بتاعه العمود وتوصل لغايه هنا. منين؟ ممكن تبدا يمين، من على اليمين ونازل قيمه المومنت وتوصل. طيب هفكرك كشير فورس، يهمني الشير فين. تمام، على بعد دي على 2 من وش العمود، يمين وشمال. ايوه يمين وشمال، ولكن القضيه مش عايزك تضيع وقتك في الجزء اللي بره العمود. قيمه الشير بتبقى قليله، اللي يهمك فين، هنا او هنا، ايهما اكبر. لان الوضع الطبيعي لو قدرت تسيف او تخلي الشير الكبير سيف، خلاص كله هيبقى سيف. وصلت؟ تمام، كمل معايا. الديزاين في اللونج دايركشن، خدنا هنا الكفر 7 سم. ليه الكفر ساعات بيبقى 7 في الاساسات وليه ساعات بيبقى 5؟ على حسب، ركز معايا، على حسب التحليل الكيميائي للميه الجوفيه او للصيل في الموطن. ايه اللي جاب الكيمياء لتخانه الكفر؟ ركز معايا ركز معايا. احنا في الكيمياء من وجهه نظر الخرسانه بنطلع 4 حاجات. الحاجه الاولى الاحمال، الاملاح الكليه الدايبه تي دي اس. الحاجة الثانية نسبة الكبريتات أو محتوى الكبريتات. الحاجة الثالثة محتوى الكلوريدات. الحاجة الرابعة البي اتش. تمام؟ التوتال ديسولفد سولتس ال 115 عنصر بتاع جدول، جدول ايه؟ الجدول الدوري موجودين في التي دي اس. تمام؟ ده واحدة منهم. طيب الحاجة الثانية نسبة أو محتوى الكبريتات. يقلقني في إيه محتوى الكبريتات؟ لما يبقى المية الجوفية فيها كبريتات، الكبريتات بتتفاعل مع الخرسانة. الناتج الكيميائي من التفاعل دوت حجمه أكبر من حجم الخرسانة. فبتبدأ يحصل شروخ. إن البرودكت من التفاعل حجمه أكبر. فتبدأ الخرسانة تشرخ. لما الخرسانة تشرخ المية الجوفية هتدخل لغاية لما توصل للحديد. وقت وصول المية للحديد تبدأ الكلوريدات تعمل صدأ وتآكل في الحديد. وصلت ولا أقول تاني؟ حاضر. الكبريتات اللي موجودة في المية الجوفية أو في الصيل بتتفاعل مع الخرسانة. ناتج التفاعل مادة كيميائية أنا معرفش
معرفش اسمها، المادة دي حجمها أكبر من حجم الخرسانة، فبتبدأ تشرخ في الخرسانة، أو بمعنى أدق تشرخ في الكفر. لما الكفر يشرخ تبدأ المية الجوفية توصل للحديد. المية دي فيها محتوى من الكلوريدات، الكلوريدات تبدأ تعمل صدى وتآكل في الحديد، وهنا منبع الخطورة. تخيل لو الحديد انت كنت عامل ديزاين ان الديامتر بتاع السيخ 22، بعد مرور 5-6 سنين بقى 5 ملي، يبقى التنشن اللي انت كنت عامل حساب انه يتشال على 22 ملي بقى متشال على 5 ملي، يحصل ايه؟ ما لا تحمد عقباك. وصلت؟ رابع حاجة هي البي اتش، هي قليلة الاستعمال ولكن لو ظهر فيها خطورة تبقى في منتهى الخطورة. الرينج التقليدي بتاعها من 4.5 لـ 9.5، أقل من 4.5 بتبقى شديدة القاعدية فتاكل، معذرة، شديدة الحامضية فتاكل في أي ماتيريال أنت بتحطها فيها، تمام؟ لما بتتعدى 12.5 بتبقى سامة تقتل الجنس البشري. اوكي، طول ما هي من 4.5 لـ 9.5 من وجهة نظر الخرسانة مش قلقان، اقل من 4.5 تبدأ تقلق، زيادة عن 12.5 انت نفسك تقلق، لان المية دي سامة تقتل الانسان. وصلت؟ كمل معايا. يبقى خدنا الكفر 7 سنتي، اتفضل يا ابني. ما تزودوش عن 7، لان اكتر من 7 ممكن يشرخ هو نفسه. لا، هذا خطأ، تمام. حاجة تانية بالمرة مننا وصلنا للجزئية دي، يفضل استخدام البورتلاند العادي عن السي ووتر، بيدي سترينس اعلى من السي ووتر. يعني لو عملت خلطة خرسانية نفس البورتلاند العادي، هي نفس الخلطة عملتها بسي ووتر، الاسترينس بتاعت السي ووتر بتبقى اقل. الحل لما الكبريتات تعلى جدا والكلوريدات تعلى جدا انك تستخدم بورتلاند عادي، ولكن تزود شكارة اسمنت على كل متر مكعب، ال 350 تبقى 400 للمسلحة وال 250 تبقى 300 للعادية، وتخلي الكفر 7 سنتي وتحط اضافات تقلل نفاذية الخرسانة، تمام؟ كمل معاك. الكفر هنا خدناه 7 سنتي، يبقى الثيوريتيكال ديبس بتاع القاعدة دي 73 سنتي. اوكي؟ المومنت على المتر الطولي مجرد انك هتقسم على العرض بتاع القاعدة. اوكي، عشان الحديد اللي يطلع لك تحطه مباشره بالمتر الطول، مش عايز تقسم مفيش مشكله، ولكن لما تيجي توزع الحديد خد قيمه المومنت كلها ووزع الحديد على عرض القاعده المشتركه كله. وصلت؟ هتجيب الار بالطريقه التقليديه، الار اوميجا، وتجيب منها الاريا ستيل. الاريا ستيل المطلوبه دي طلعت 6.20، يبقى ده الحديد العلوي المين 6.20 على المتر. كمل معايا. المينيمم للقطاع دوت طالع 6.16. طيب بعد كده هتدور على انهي مومنت، اكبر مومنت سفلي. اوكي، كان قيمته 30.27 متر طن، هتحوله على المتر الطولي طالع 11. الاريا ستيل المطلوبه طالعه 9.13، اقل من المينيمم، لان المينيمم هنا 12 سم. يبقى في الحاله دي هتاخد المينيمم. الحديد ده هتحطه فين؟ هو حديد سفلي في الاتجاه الطولي للقاعده، حديد سفلي في الاتجاه الطولي. ما تضيعش وقتك في انك تصمم كل مومنت انت طلعته. الفكرة ايه؟ الفكرة لو قدرت تغطي الماكسيمم مومنت في الكيس اللي تحت يبقى غطيت الكل. وصلت الفكرة؟ تمام. ركز معايا في الاتجاه العربي، انت لو ركزت فيها واحدة هتلاقيها سهلة جدا. ماذا يحدث؟
هتقول لي ان انا هبعد دي على اثنين من كل ناحية. تمام؟ يبقى العمود 70 هبعد دي على اثنين الناحية دي ودي على اثنين الناحية دي. اوكي؟ تمام. طيب هنا العمود 40 هبعد دي على اثنين الناحية دي. طب والناحية دي؟ لقيت ان دي على اثنين هتخرجني بره. تمام؟ لو خرجتك بره هتاخد لغاية الايدج. اوكي؟ يبقى هتقولي ان عرض الفيرشوال، العرض التخيلي اللي مش موجود للقعدة اللي في الاتجاه القصير تحت العمود ده متر وسنتي، وتحت العمود الثاني 141 سنتي. هي الفكرة بمنتهى البساطة، لما بتيجي توزع احمال بلاطة على كاميرا بتقول ايه؟ في لونج دايركشن وفي شورت دايركشن. تمام؟ بتقول ان الاحمال بتروح دايما في الاتجاه القصير اقرب. اوكي؟ هي الفكره هنا انك بتقول ان في بيم فيرشوال مدفون موجود هنا تحت العمود ده، ده العرض بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ هتجيب بي سي واحد تحت العمود واحد وبي سي اثنين تحت العمود اثنين، وتوزع عليها الحمل بتاع العمود واحد والحمل بتاع العمود اثنين، وتصمم على الحمل الجديد الفيرشوال دوت، تصمم الاتجاه القصير بتاع القاعدة المشتركة. وصلت؟ تمام. يبقى في الشورت دايركشن هتقول لي ان هناك ديبث جديد قيمته ال 73 اللي انا وانت اتفقنا عليهم، اي ال 80 ناقص الكفر 7 سنتي، ولكن هشيل منهم 2 سنتي اللي هي تمام دخلت السيخ. ليه؟ لان هناك فرش وغطا. تمام؟ هي ال 2 سنتي دي تفرق؟ ممكن تفرق. اوكي؟ تمام. يبقى الدبث في الاتجاه القصير هو 71 سنتي. اوكي؟ يبقى عندك دي على 2 الجديدة ودي على 2 الجديدة. طلع عرض البيم الاولاني متر وسنتي، عرض البيم الثاني 141 سنتي. هتاخد حمل العمود الاول وتقسمه على البي 265، حمل العمود الثاني وتقسمه على البي ال 265 برضه. خلي بالك البيم الفيرشوال ده انا بعمل به ايه؟ بحط فيه الحديد اللي هيطلع لي في الاتجاه القصير، تكثيف للحديد اللي هيطلع في الاتجاه القصير فقط. اوكي؟ تمام. كمل معايا. ده البريشر الموزع. هتاخد عند وش العمود وتحسب المومنت في الاتجاه القصير. يبقى المومنت للعمود واحد طالع 52 متر طن، المومنت عند العمود اثنين طالع 77 متر طن. اوكي؟ من البديهي انك تصمم على ايه؟ على الاكبر. تاخد ال 77 تصمم عليه ار اوميجا وتجيب الاريا ستيل. طلع الاريا ستيل 32 وكسور، 32 سنتي وكسور. تطلع كميه الحديد اللي انت عايزها، طلع 9 في 22. ايه هي 9 في 22؟ حديد هيتحط غطا سفلي ويتوزع على عرض متر 41 تحت العمود نمره 2. وصلت؟ حديد سفلي غطا، تمام، يتحط في الاتجاه القصير، يتوزع على عرض مقداره متر 41 اسفل العمود رقم 2. اوكي؟ وبعدين هجيب الستيل تحت العمود الاصغر شويه، فطلع 6 في 22. اوكي؟ هترسم لي الشيل فورس دياجرام زي ما رسمناه قبل كده، تجيب الماكسيمم شيل. لو ده طلع سيف خلاص كله هيبقى ست. دي الشير فورس، تحسب منها الشير ستريس طلع 6 كيلو، تحسب القلاوة بالشير طالع 6.5 سيف. لو القيمة الكبيرة سيف خلاص
ما انتش محتاج انك تعمل تشيك على باقي السكشنز. تعالى لتشيكو بانش، ايه اللي بيحصل؟ بتقول لي ان انا عندي العمود نمره 2 هرسم مستطيل تخيلي حواليه ابعاده ايه؟ بي 2 وبي بي 2، ابعادهم كام؟ 70 زائد 73، 70 زائد دي على 2 يمين زائد دي على 2 شمال تحت العرض 30 زائد دي. اوكي، هتجيب البانشنج بريمتر، المحيط بتاع المستطيل اللي ممكن يحصل عليه بانش. هتجيب البانش فورس تحت العمود 2. انا ليه مركز على 2؟ لانه الاكبر، فلو الاكبر طلع سيف الاقل هيبقى فيرس. اوكي، خلي بالك البريشر بقى، الابليفت بريشر اللي هتحسب عليه البانش ستريس. اوكي، قيمته قد ايه؟ هفكرك ان ما زلنا بنفترض ان احمال العمود متوزعه على الاريا بتاعت الرينفورسد كونكريت كلها، وان في حمل عمود اتجاهه من اعلى لاسفل، وفي ضغط ابليفت بريشر من اسفل الى اعلى بيأثر على المستطيل ده. قيمة البريشر مجموع احمال العمودين مقسومة على الاريا بتاعت الرينفورسد كونكريت. وصلت؟ البريشر، الابليفت بريشر اللي هتضربه في مساحة المستطيل هي القيمة اللي طالعة لك دي مباشرة. هتعمل تشيك على البانش، تجيب القلاوة بالبانش ستريس، عندك 12.9 من 10، 12، 25.9 من 10، تاخد المينيمم ال 12. البانش ستريس طالع 6.72، البانش القلاوة بال 12 يبقى 6. اوكي، ثم ماذا؟ هتبدأ تسلح في الاتجاه الطول. ركز معاك، ده كان الحيز اللي فيه الماكسيمم مومنت علوي، احط له الحديد المين العلوي. اوكي، طيب المومنت اللي قال كان يقع في هذا الحيز نتيجة المومنت الثلاثين طن، تمام؟ يبقى انا احط له حديد سفلي طولي هنا، تمام. طيب المومنت قيمته بتقل، يعني المومنت اللي تحت العمود نمرة 1 اقل قوي من اللي تحت العمود نمرة 2. هل اقلل الحديد؟ يسمح لو كانت الفرق كبير قوي، يعني مثلا هنا 10 في 16 وهنا انت محتاج 5، مفيش مشكلة انك تقلل. انما لقيت 6 في 16 والمينيمم ريكويرمنت للقطاع اصلا 6 في 16، هتعمل ايه؟ هتمد الحديد طولي كله. يبقى انت كده سلحت القاعدة المشتركة، ها، سفلي وعلوي ولكن في الاتجاه الطولي. طيب في الاتجاه العرضي تعمل ايه؟ تمام، خلي بالك ده الفرش الاسياخ، ده كان الفرش في الاتجاه الطولي. يبقى الحديد اللي هنحطه عرضي تحت العمود نمرة 2 هو الغطاء، تمام؟ عشان كده لما جينا نعمل التشيك على السكشن خدنا الدبث كام؟ 71 سم، طرحنا الديامتر بتاع السيخ. اوكي، هل انا محتاج حديد علوي؟ ايوه محتاج، تمام؟ لازم شبكه، لان عندي حديد علوي في الاتجاه الطول، مين هيشيله؟ تمام، هعمل حديد عرضي في الاتجاه الطول والرجل نازله زي كرسي عشان ترص عليه الحديد العلوي. وصلت؟ فهتلاقي نفسك عملت ايه تحت العمود نمره 1؟ نفس القصه، التسعه فاي 22 اللي اتفقنا عليهم موجودين هنا، 6 فاي 22، الحديد المتركز تحت العمود فقط. خلينا اوريهولك
في الاتجاه الطولي. اتفضل. اقول المينيمم مينيمم في اي قطاع؟ لا ده لا في مينيمم اريا ستيل كمان نتيجه المهم ان ده ما المينيمم مينيمم كاي حديد تسليح في القواعد عموما. ده الحديد 9x22 كان غطى سفلي تحت العمود نمره 2 فقط. ده الحديد 6x22 كان غطى سفلي تحت العمود نمره 1 فقط. هو ده اللي انت هتظهره لي لما تيجي تسلح الاتجاه العربي التسعة فاي 22 والستة فاي 22. اوكي تمام. اي اسئلة؟ شكرا.